فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل هناك ذكر خاص عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله رسول الله؟ الذكر يقول مثله، يقول أشهد أن محمد رسول الله مثل ما يقول المؤذن. تمام. ذكروا قضية الترجيع، قضية الترجيع وهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله سرا ثم يرفع بها صوته، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله سرا ثم يرفع بها صوته، هذا يسمى بالترجيع. وهذا ورد في حديث أبي محذورة في مكة، ولم يكن يفعله بلال في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يرى أنه سنة، الترجيع سنة، وبعضهم يقول لا، هذا خاص بأبي محذورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله في مكة ولا أمر به في مكة، لم يكن يفعله في المدينة ولا أمر به في المدينة. نعم.